المحاذير. المحظور الأول إياك، إياك أن تنسب عملا إلى نفسك، لأن كثير ممن وقعوا وانتكسوا إنما أتوا من هذا الباب، باب نسبة العمل إلى النفس. وده مش موضوع رمضان بس، موضوع التزام كامل. فاكرين كل واحد فينا الملتزم يعني أيام الالتزام الأولى، الأولى كنا عاملين إزاي؟ كانت أحلى أيام، لما أنت كنت بتقعد تتضرع إلى الله وتبكي ويا رب اهديني ويا رب التزم ويا رب ماليش غيرك، كان حالة مسكنة إيه زي الفل، فقر شديد جدا. بعد فترة طويلة من الالتزام خلاص ألفت بقى الالتزام وظننت أنك تمكنت منه، بقالك 10 سنين ملتزم، 15 سنة ملتزم، فيحصل حالة عند البعض وهي أنه بدأ يركن إلى نفسه، بدأ يثق في نفسه، أنا ملتزم، أنا بصلي، أنا محافظ، أنا بحفظ، أنا فيجي صاحبنا يقع حتة وقعة ما كانش يتخيل أبدا أن حد يقعها، ما فيش عاصي يقعها، أخ رجع للمعصية وحشة قوي، لو ينفع ما تنفعش مش راكب عليه حتى، بس هو ربنا ابتلاه بالمعصية دي بالذات عشان يكسره، عشان يكسر فيه الحتة ديت. هو ربنا مش بيموته، ربنا بيعالجه، بس العلاج مؤلم، حقنة جامدة شوية، بس هيفوق بيها. فلما يحصل لك كده افهم رسالة ربنا، ربنا مش بيموتك. لما يحصل لك كده ما تبقاش ساذج، ما تقولش ايه ده انا وقعت الوقعة دي انا ضعت، يلا لا، ربنا بيعالجك. بيعالجني من ايه؟ بيعالجني من النظر لنفسي، بيفوقني، تاخد ألمين بس معلش هتفوق بعديهم. وقعت في معصية وحشة، ما ينفعش انا اقع في حاجة زي كده، ازاي بعد السنين ديت؟ ده انا المعصية دي مبطلة من 10 سنين، ازاي رجعت لها؟ رجعت لها عادي، لانك انت الان وكلت الى نفسك. فلما وكلت الى نفسك وكلت الى معصية وخطيئة، ايه الحل؟ الحل ان ترجع تاني زي ايام زمان، زي اول رمضان، زي اول ايام التزامك، ترجع تاني تقول يا رب ماليش غيرك، انما انا بك لا هادي الا انت، والله لولا انت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. او ما تقول انا، هتتدب على وشك دبة وحشة قوي. بعد رمضان لو قلت انا صليت، انا صمت، احنا عملنا، تلاقي نفسك كل حاجة خسرتها. منين جات لك دي؟ جات لكش لا من صحبة سيئة ولا انما جات لك من نفسك، بس هي نفسك لوحدها جابتك ارض، لان هي اغترت بالعمل وبدأت تنسب العمل الى ليه؟ تنسب العمل الى النفس. اذا الهدف من الموضوع لما حصل دوت، قد يكون سبب انتكاسك هو ركونك الى ايه؟ الى نفسك. الحل ان تعود وتركن الى الله جل وعلا، تعود الى حالة الفقر، حالة الذل، حالة المسكنة اللي هي الايه الحلوة دي اللي احنا فاكرينها كلنا. كعب ابن مالك حصل له كده لما تخلف عن غزوة تبوك، كان في سياق كلام كعب دقيق جدا على فكرة، حكى القصة بالظبط. لما كان غزوة تبوك النبي صلى الله عليه وسلم طلع وكعب بن مالك كان عايز يحصله، فبيقول كعب بن مالك فكان عندي راحلة، عنده بقى جمع حصان جيد وبتاع، فقلت في نفسي أنا قادر على أن ألحق بهم، حتى نقل الكلمة بدقة، هي دي الكلمة اللي وقعت كعب، أنا قادر على أن ألحق بهم. مش التسويف بس على فكرة اللي عمل في كعب كده، إنما ركونه إلى نفسه، هو ركن إلى نفسه في الكلام، أنا قادر على أن ألحق بهم. تاني يوم يروح يقول أنا قادر على أن ألحق بهم، قال فلم يقدر لي ذلك. جه بقى في اخر القصه بقى ايه؟ الدنيا اتحسنت. كعب بن مالك قبل المعصيه دي افضل ولا بعد المعصيه؟ بعد المعصيه طبعا افضل، نزل فيه قران وارتفع شانه عند الله، وقيل في حقه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، فسمي في القران صادقا. اذا الوقعه دي خليته احسن من الاول، بس فهم الرساله. لذلك في اخر كلام، في اخر حديث كعب قال وما اعلم احدا ابتلاه الله في الكذب مثلما ابتلاني بعد هذه الحادثة، وإني لأرجو أن يثبتني الله فيما بقي. دلوقتي راجع إيه؟ يثبتني الله فيما بقي، بعد ما هو كان بيقول أنا قادر على ذلك. كلام كعب دقيق. يبقى أنا لو رجعت تاني لحالة الفقر والمسكنة واللجوء إلى الله، بإذن الله يكون ده أحد أسباب علاج قضية الانتكاس. يبقى المحظور الأول لا تنسب عملا إلى نفسك.